لعبة الجوال اللي اكتسحت العالم من أول يوم إطلاق لها. تبي تعرف إيش هي؟ خليك معنا. هذه هي لعبة ماريو رن من عملاقة ألعاب الفيديو نينتندو، وهي تعتبر أول مدخل لهم في عالم الجوالات. وطبعاً من منا ما يعرف ماريو، الشخصية المحبوبة من أيام جهاز العائلة. اللعبة رسومها جميلة جداً وفيها أكثر من طور متنوع. طور التور هو يعتبر الطور الأساسي للعبة، وفكرته أنك تلعب في 24 مرحلة مقسمة على 6 عوالم مختلفة، وفي كل عالم في 3 مراحل ومرحلة زعيم. وفي البداية تكون المراحل كلها مقفلة، وعشان تفتحها لازم تفوز المرحلة اللي قبلها. وطريقة اللعب سهلة جدا، ماريو بيكون يركض طول الوقت. كل عليك تسويه أنك تخليه يقفز بأنك تنقر الشاشة بصبعك، والهدف أنك توصل إلى آخر المرحلة. وللناس اللي تحب التحدي، كل مرحلة يكون فيها 5 قروش ملونة، والقروش تكون على 3 مستويات: الوردي، وبعدين البنفسجي، وآخر شيء الفضي. وعشان تجمعهم في كل مرحلة لازم انك تتعود على اللعبة وتحكمها وتتقنها. وتقدر تضيف أصحابك عن طريق اقتران اللعبة بحسابك في تويتر أو الفيسبوك. والفكرة انها يطلع اسم صاحبك في كل مرحلة، وتقدر تشوف مين جمع أكثر عدد من القروش وتحاول تحطم الرقم القياسي اللي عندهم إياه. والطور الثاني هو طور الرالي، وفكرته انك تلعب ضد شخص عشوائي اونلاين وتحاول تجمع اكثر عدد من القروش الممكنه، لكن تحتاج لاستخدام تذكره، وهذه التذكره تقدر تحصل عليها عن طريق انهاء المهمات او عن طريق طور التور. وطور البلد وهو انك تبني مملكتك بانك تشتري بنايات بالفلوس اللي تجمعها، وبعضهم يفتحوا لك شخصيات وهدايا مختلفه. واللعبه تخليك تلعب اول عالم ببلاش، وبعدها راح تحتاج تدفع دفعة معينة عشان تفتح اللعبة كاملة، وما في أي دفعات ثانية مخفية. ولازم تكون متصل في الإنترنت طول الوقت عشان تشتغل معاك اللعبة. سوبر ماريو رن متوفر الآن على متجر الأبل ستور، وسعرها 37 ريال. شاكرين لكم المتابعة، ونشوفكم مرة ثانية في فيديو ثاني على قناة مكتبة جرير. مع السلامة.